السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في لاشين ديالي سمارت استوس. كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله وبمناسبه هاد الوقيته اللي كيكون فيها الحمد لله الحامض موجود، غادي نوريكم الطريقه الصحيحه ديال الصيار ديال الحامض اللي كتستعمل من قديم الزمان. هاد الطريقه هي طريقه كيفاش كانوا كيوجدوا جدودنا الحامض وكيصيروه. هذه هي الطريقه الاصليه. غادي نحتاجوا فقط الملحه وقريعه اللي غتكون كتسد مزيان، ومن الاحسن تكون فيها هاد الجلده هذه اللي هي كتخلي الهواء ما كيدخلش للقرعه كاع. والقرعه خاصها تكون ضروري من الزاج. هادو هما زعما الشروط الوحيدين اللي كاينين باش تصدق لنا هاد الوصفه، وزائد طبيعه الحال الملحه والحامض. الحامض من الاحسن، وزعما ماشي من الاحسن، ضروري خاصو يكون اللون ديالو صفر ويكون طايب مزيان. كيف ما قلت لكم من الاحسن يكون الحامض اللون ديالو صفر، يعني خاصو يكون طايب. الخضر ما كيجيش مزيان، وخاص ضروري نستعملوا الحامض اللي يكون كبير ويكون فيه الماء داخل، ماشي هذاك اللي كاين. واحد النوع ديال الحامض اللي كيكون شويه القشره ديالو غليظه بزاف وما كيكونش عامر بالماء، ولكن هذاك ما يخدمش لينا، انما هذا اللي غنحتاجو بحال هذا الحامض اللي موجود في السوق. انا راني حاولت انني نصور الفيديو ونخليه بالسرعه الحقيقيه ديالو باش تشوفوه كامل، يعني مرحله بمرحله، ما نضيعو حتى شي حاجه. وهاد زعما هاد الوقت ديال الفيديو اللي هو 8 دقائق تقريبا، راه هو الوقت الحقيقي اللي يحتاجينا باش نوجدو هاد الحامض. يعني في 10 دقائق ماكسيموم غيكون الحامض ديالكم صير موجود. كما كتشوفوا بعد ما قسمنا الحامض على 4، ولكن ما كنقطعوه حتى لتحت، كنقطعوه وكنخليوه شويه لتحت شاد فيه باش ما كتحلش لينا الحامضه كامله. كنعمروه بالملحه، ملحه عاديه، واخا تكون هذيك اللي شويه حرشه ماشي مشكل، المهم انها تكون ملح طعام. كيف ما كتشوفوا كنشدوا ديك الحامضات وكنعمروهم بالملح مزيان من الداخل من جميع القنات، يعني في كاع في اي فتحه كاينه في الحامضه كنعمروها بالملحه. وما تخافوش تقولوا راه غيجي مالح ولا شي حاجه، راه الحامض المصير راه هو الملح، لان الملح هو اللي كيخلي الحامض الرقاد وكيردو بحال هكاك. راه في الاخر غادي نوريكم واحد شويه ديال الحامض اللي ديجا مصير وقديم وراه كيبقى صابر، ومن بعد واخا تحلوا كاع ديك القريعه وتبان لكم كبيره، يكفي انكم ديروها في الثلاجه راه كتبقى معكم مده طويله. والسر ديال هاد الحامض باش يكون زعما ناجح ان القرعه الدجاج خاصها تكون معقمه، زائد ملي تبغيو تحطوا فيها الحامض خاص ضروري نزيرو حامضه مع حامضه، يعني خاصنا نخشيوهم مزيرين بزاف مع بعضياتهم، لدرجه ان ما نخليوش كاع ليسباس ديال زعما ما كرهناش اننا داك ليسباس ديال الهواء يكون قليل باش الحامض كيبقى وما كيخسر ما كيدير لا شامبينيون ولا حتى شي حاجه مع الوقت. والملحه راه كتقتل جميع لي شامبينيون وداكشي حقيقه، ولكن حتى الحامض ملي كيكون مزير مع بعضياته كتجي تصيره مزيانه وكيخرج الحامض مصير مزيان وكله طيب من كاع القنات. انا نخليكم دابا مع لا فيديو تشوفوها ايتاب باغ ايتاب، وراني حاولت كيما قلت لكم ما نزربش الفيديو ونخليها لكم بالسرعه الحقيقيه ديالها.
من بعد ما عمرنا كاع دوك الحامضات ديالنا بالملحه كيما غتشوفوا دابا، غادي نحاولوا اننا نديرو في ديك القرعه ونديروهم يعني نزيروهم مع بعضياتهم، ما نحاولوا اننا ما نخليوش الفراغ بين الحامضه والحامضه. واللي ما بغاش تخشى لينا مثلا، بقى لينا شي شويه الفوق ديال الحامض ما بغاش يتخشى، نقسموا حامضه ونخشي وجنيب هنا وجنيب هنا حتى تعمر لينا القرعه 100%. الطريقة راها واضحة وسهلة وناجحة 100%. ودابا وصلنا لآخر مرحلة واللي هي العصير الحامض. العصير ديال الحامض على حسب الكميه ديال الحامض اللي درتو في الاول. اذا كانت عندكم تقريبا بحال الكميه اللي درنا زعما قياس هذه القرعه اللي كتشوفوا، راه غتحتاجوا غير 3 الحامضات. غادي نعصروهم مزيان، نحيدو منهم العلف وداكشي يعني في العصاره، نخليو غير الماء ديالهم ونكبوه فوق من الحامض اللي مصير، يعني الحامض اللي غادي نصيرو نكبوه من الفوق حتى غادي يعمر لنا تقريبا كيعمر لينا غير الربع ديال القرعه وصافي. نسدوها مزيان ونحاولوا اننا نحركوها، يعني نقلبوها في حركه ونحركوها ونحركوها حتى ديك الملحه اللي كاينه تما وديك الحامض كيتخلطوا كاملين وكيوصل داك الحامض الماء، يعني هذاك العصير الحامض كيوصل الحامضات كاملين اللي كاينين في القرعه. للمعلومه فقط، الحامض فاش كيوجد لينا مصير فاش كيوجد راه كيتبدل ليه اللون ديالو، ما كيبقاش اللون ديالو صفر بحال هكا، وانما كيولي اللون ديالو غادي بحال لي ماغون، وكلما ولا اللون ديالو مغلوق كلما تعسل اكثر وكان احسن واكثر زعما بنه. ومن بعد فاش تصدق لكم هذه الوصفه ان شاء الله كتبوها لي في التعليق وقولوا لي كيف جاكم هذا الحامض، اللي انا متاكده واخا تشريو حتى تعياو من عند مالين الزيتون ولا من عند الناس اللي كيديروا الحامض مصير، ما عمركم ما غادي تذوقوا حامض مصير على حقه وطريقه بحال هذا. وبطبيعه الحال بعد غادي نسدوا البواطه ديالنا مزيان باحكام، يعني حتى شويه ديال الهواء ما خصو يدخل لداخل، لان هذا هو السر في التصيار ديال الحامض. وغادي نحركو كيما قلت لكم القرعه من الفوق لتحت بحال هكا، غادي نحاولوا ان العصير الحامض كاع اللي درناه ندوزو على هذاك الحامض اللي مقطع وفيه الملحه. وبطبيعه الحال ملي غادي نبغيو نخزنوه خاصنا ضروري نخزنوه في مكان اللي يكون جاف مظلم، وهكا غادي نخليوه حتى يبان لينا وجد. هنا من بعد اسبوع ملي وجدنا الحامض ديالنا كنلاحظوا ان كميه الماء ولا كميه عصير الحامض ولات اكثر، وبالعكس ديال الكميه ديال الحامض اللي كتبان انها نقصت ولا تقلصات، وهذا الشيء كامل بسبب ان العصير اللي كان داخل الحامض بدا كيخرج وكيذوب وكيتفاعل مع الملحه. اما هاد القرعه هذه فهي بقات ليا متصيره اللي فاتت، بغيت نوريها لكم باش تشوفوا اللون كيفاش كيولي فاش كيولي الحامض يعني موجود الاستعمال. من بعد تقريبا واحد شهرين تقريبا عاد كيوجد لينا، وحتى اللون ديالو كيولي مغلوق. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.